فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون يا اخوه، اليوم بعض الناس نقول له كم قرات من القران اليوم؟ يقول والله اليوم ما قرات شيء. متى اخر مره قرات القران؟ يقول يوم الجمعه. يوم الجمعه قرات شيئا من القران، لماذا لا تقرا يا اخي من القران؟ قال ما عندي وقت. لو حسبنا الوقت الذي يشتغل فيه الناس اليوم بوسائل التواصل الاجتماعي أقول لو تركوا نصف هذا الوقت لقرأوا خمس أجزاء من القرآن في اليوم